وينضم إلينا من بغداد مراسل الغد محمد فاضل. محمد، أسأل عما إذا كانت الأسماء المرشحة لشغل الوزارات العراقية الشاغرة ستمرر خلال جلسة البرلمان اليوم. نعم حسين، في البدء يعني مضى أكثر من 20 دقيقة حول أو على موعد بدء جلسة البرلمان العراقي، ولم تبدأ حتى اللحظة بسبب عدم اكتمال النصاب، وأيضا هناك ربما عدم تفاهم ما بين الكتل السياسية حتى على تمرير الأسماء التي قدمها السيد عادل عبد المهدي إلى البرلمان يوم أمس في ساعات متأخرة، وبالتالي هناك رفض قبل قليل، كان هناك رفض من نواب سائرون، رفض علني أعلنوا فيه بأنهم لن يصوتوا على فالح الفياض مرشح وزير الداخلية، وأنه إن مرر هذا الاسم فإن هناك مشاكل كبيرة ستحدث داخل الحكومة العراقية أو للوضع السياسي عموما، وبالتالي الجلسة إن عقدت، طبعا إن عقدت تحمل العديد من الاستفهام، يعني علامات الاستفهام، ربما لن تعقد بسبب عدم اكتمال النصاب، لكن إن عقدت هذه الجلسة فستكون جلسة حامية، ستثار فيها المشاكل بشكل كبير. إضافة إلى ذلك هناك اعتراض جديد من قبل المكون المسيحي على يعني على مرشحة وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة هناء. المكون المسيحي قال بأن هذا الاسم لا يمثل المكون المسيحي، وبالتالي يطالبون باستبداله. طيب، إضافة إلى ذلك أيضا هناك حالة من القلق تسود مجلس النواب الآن. نعم. بسبب يعني عدم اكتمال النصاب وعدم حضور العديد من رؤساء الكتل السياسية الذين ما زالوا مجتمعين. طيب. مع رئيس البرلمان حتى اللحظة. نعم محمد، يعني إذا كانت هناك خلافات سياسية موجودة بالفعل بشأن بعض الأسماء، لماذا يتم الدعوة لعقد جلسة للبرلمان من الأساس؟ حسين، يعني من الطبيعي أن يتم عقد الجلسة أو الدعوة لعقد هذه الجلسة وتقديم الأسماء المرشحين، على اعتبار أن السيد عادل عبد المهدي يعني الزمن الذي منح له من قبل الأحزاب السياسية قد طال، وبالتالي هو وعد أيضا بأن يكون اليوم هو اليوم الأخير لتقديم الأسماء، لكنه لم يجري أي تعديلات أو حتى تعديلات كبيرة على الأسماء المرشحة، وبالتالي هذه الخلافات ربما هي من تعيق استكمال الوزارة أو توليفة. طيب. الوزارية. طبعا هذا الأمر لا يمنع وجود تصويت على الأسماء المرشحة. نعم. والمررة ستمرر بالأغلبية. طيب، لكن نعم، إذا ما مررت هذه الأسماء، ما هو البديل؟ أو أسأل عن الخطوة التالية بعد ذلك. نعم حسين، إذا ما مررت هذه الأسماء ستمرر بالأغلبية، وهنا ربما سنشهد الكثير من المشاكل والعراقيل، على اعتبار أن زعيم التيار الصدري مقتدى صدر يعني يوم أمس قالها علنا بأنه إن وجدت هناك أحزاب ضاغطة في مسألة تشكيل الحكومة أو استكمال هذه التوليفة الوزارية فإنه سيذهب إلى المعارضة. نعم. وستكون خياراته للمعارضة كثيرة، وبالتالي ربما نشهد مشاكل كبيرة. إن لم تمرر هذه الأسماء اليوم في جلسة البرلمان فإن على عادل عبد المهدي استبدال هذه الأسماء مرة أخرى، والمجيء مرة ثانية إلى البرلمان بعد تحديد موعد من قبل البرلمان العراقي. نعم. وليس من قبل السيد عادل عبد المهدي. شكرا جزيلا. نعم. لك الزميل محمد فاضل مراسل الغد، كنت معنا من العاصمة بغداد.